10 أشهر مرت ولبنان دون حكومة، رئيس مكلف بتشكيلها ورئيس للبلاد يختلفان في كل مرة على شكل الحكومة وأعضائها. خلاف يبدو أنه حول الصلاحيات، ولكن متابعين يقولون إن المحاصصة السياسية والطائفية هي أصل الخلاف. المناصفة الفعلية هي 12 ب 12، بسموهم بالتوازي وبالتساوي، المسيحيين والمسلمين. مش 8 بسموهم المسيحيين، و16 8 ب 8 بسموهم أو بيقطروهم المسلمين. هيدي اسمها متالتة ومرفوضة. 10 أشهر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من سيء إلى أسوأ، والبطريرك الماروني يكرر أسبوعيا اتهاماته للطبقة الحاكمة ويدعوها إلى وقف التدهور الحاصل. الشعب يبحث عن مصيره، والجماعة السياسية تبحث عن مصالحها. الشعب يطالبها بالخبز والدواء، وهي تختلق بدعة الصلاحيات. صرخات المواطنين كما هي المواقف الدولية لم تجد نفعا لجهة التسريع بتشكيل الحكومة. التلويح المستمر بعصا العقوبات من الدول الغربية في حال لم تتشكل الحكومة يقابل هنا بمزيد من التعطيل. حرب بيانات بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس البرلمان والرئيس المكلف من جهة ثانية، حرب انضم إليها رئيس التيار الوطني الحر الذي وزع التهم في كل الاتجاهات بما فيها حلفاؤه. جيس الحشخوري، العربي، بيروت.